القضيه اللي وقعت في المخيم ان مؤطرين كيستغلوا ماشي ما جمعوش كلشي كاين بعض المؤطرين كيستغلوا الاطفال مراد بالشذوذ الجنسي لابيدوفيل يعني خصنا نراقبوا ونعرفوا ما متصفطوا الابناء ديالنا المخيمات خصهم جميع المخيمات خصهم تكون فيهم المراقبه مراقبه شديده لان كل مره كنسمعوا هذا الشيء كل ما في اي مكان وهذا خصو السجن خصو الردع باش يكون قدوه للاخرين وملي كيتقاس لك الطفل ديالك راه مشكل خصنا نخافوا على الاطفال ديالنا والطفل اللي كيتقاس بحال هكا تيولي عنده مرض نفسي مدى الحياه تشكل لي خطر على الحياه ديالو يقدر ينتحر يقدر بزاف د الحوايج يديرهم في حياته اللهم هذا ممكن بالنسبه لي انا ما نقدرش باقي نتي قول دين صيفطوا لا بنتي للمخيم مستحيل فهمتيني الله ياخذ فيه الحق كنتمنوا هذا يعني تعدم فهمتيني اقصر عقوبه عنده هي الاعدام انا بالنسبه لي انا خويا يا ربي تسمح لي خويا من دمي ما نقدرش نقول لدي دابا هادشي اللي ولا كيوقع ما نقدرش نخليه معاه خويا اللي من دمي ما نقدرش نخليه معاه فهمتيني اش غنقول لك الله يصبر والديه والله ياخذ فيه الحق بدا الولد الاول وقال لهم حقا توفى غرق ودابا مع 23 ومع 20 دري اللي تعدى عليهم هذا خصو الاعدام العقوبه ديالو خصو الاعدام خص الاعدام يطبق عندنا في البلاد الوالدين اللي خصهم العصا عطيني ولادهم خصهم يمشيو معاهم اللي خصو عنده شي وليد خصو يديه ويقابلو ويحضيه مو دابا الاباء وما بقاتش فيهم الثقه تخلي ولدك مع باه وتبقى مبرزط هاد السيد اللي سكر على هاد الوليدات هادو ماشي خصو يتعتقل ولا اعدام ولا شي حاجه بالنسبه لي انا خصو الحريق انما كيتعدى على وليدات صغار هذا ماشي خصو الاعدام بالنسبه لي خصو يتحرق ما كايناش الثقه دابا حاليا ما بقاتش الثقه والوقت خسرات بزاف وهاد الناس هادو الله يهديهم ما يبقاش يصيفطوا الوليدات ديالهم هذا الشيء اللي كنقول وبالنسبه لهاد السيد خصو الحرق ما خصوش الاعدام ان الحبس ما غيدير ليه حتى شي حاجه خصو يتحرق ويحس بداك الحرقه اللي حرق دوك الناس في وليداتهم حقيقه على ما شفت في الفيديو يعني يعني راه وليتي تخاف تصيفط ولادك دابا للمخيم ودابا المشكله دابا ولا اللي ناض كيدير جمعيه ويبدا فهمتي ما كايناش مراقبه من الدوله ما كاينش مجموعه من الاشياء بحال هاد الناس خصهم دراسه نفسيه يعني هاد الناس خصهم خصك تعرف يعني خصك تدرسهم نفسيا عاد يمكن لك تعطيه ولدك حيت راه ولاو بزاف ديال الناس كيدوروا في الزنقه وهما مراض كينوض كيدير جمعيه كيجمع سته ولا خمسه الناس ولا سبعه الناس كينوض كيدفع يعني من حقه يعني كيدفع يدير جمعيه وينوض يبدا كيدير وليدات لا سيما الوليدات يعني الصغار راه مشكله كتنوض كتامن على واحد كتعطيه ولادك كتصيفطو لواحد البلاصه ولا مراقبه لا والو راك شفتو راه شفتو الفيديو يعني راه داك الشيء يعني صراحه يشمئز داك الشيء يعني كيضر في الخاطر يعني ملي كتشوف ولدك بحال هكا لا سيما دراري صغار اصاحبي دري كيشدو كيدير ليه شي حركات في شكل يعني لا حول ولا قوه الا بالله وكنطلبوا من الدوله يعني تتدخل في هذه الامور يعني بحال هذه الامور يعني ما يمكنش نوضوا احنا اي واحد من هب ودب نعطيوه اللي عنده جمعيه ودينا وليداتنا العام سيدي ويضحك عليهم بالطريقه اللي بغا يعني راه مصيبه ولا سيما وفين فين حاطهم في يعني في واحد المكان عام يعني في البحر والناس كيشوفوا وهو ما يعني ما كيشوفش المسائل القانونيه ولا هذه يعني كيشوف براسه بانه يعني قاد يديرها وعلى الله كره دايره قبل شحال من مره ومره وما علينا الا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله ونطالبوا يعني الناس تدخل والناس توعى بهذه الامور حقاش تنوض تعطي ولدك الواحد يديه ما عارف في غيديه غادي به الاوريكا غادي به هذه يعني لا حول ولا قوه الا بالله.